قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن هذا العام سيشهد افتتاح 220 مشروعاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في 181 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت الشركة أن هذه المشروعات من المنتظر أن تخدم أكثر من 3,500,000 مواطن بقرى المحافظة، وستحدث نقلة نوعية في مجال تنمية القرى، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات قد تخطت 20 مليار جنيه. احنا بنتكلم دلوقتي في حدود اكتر من 220 مشروع متنوع في قطاع المياه والصرف الصحي، تكلفتهم تتجاوز ال 20 مليار جنيه. متوقع ان شاء الله تعالى انه منها اخر السنه دي ان شاء الله تعالى، وبالتالي توفر خدمه مياه الشرب والصرف الصحي لكل من هو موجود على ارض هذه القرى، سواء داخل الحيز العمراني او خارج الحيز العمراني طالما هو في الكتله السكنيه. حلم من احلام المواطن السوهاجي بتتحقق بشكل واضح دلوقتي عندنا في مصر.